وكابتن محمد صلاح كان دايما يقول لنا قبل التمرين وقبل الماتش نقفل موبايلاتنا ما نركزش مع السوشيال ميديا، فهو ده فرق معانا جدا بصراحه. الحمد لله يعني وصلنا النهائي، بس قول لي حظنا بقى صلاح في تعامله مع الجميل، اللعيبه يعني تحس انه لسه في المقاولين، ما حلوه دي، تحسوش ان هو بيلعب في ليفربول وكابتن منتخب مصر واحسن لعيبه العالم. لو انت باصص له بصه كبيره طبعا ان هو واحد من احسن لاعبي العالم، هو بيتعامل معاك ان هو انا لاعب في المقاولين لا لا لا، زي شخصيه جميله ودايما بيقعد مع اللعيبه، ما بيقعدش في الاوضه لوحده، على طول قاعد معانا كلنا بنقعد مع بعض بعد التمرين وعلى الغدا لا لا، شخصيه جميله ويتكلم معاك، يقول لك اعمل اللي انت عايزه، عايزك تطلع بره، عايزك تشد حيلك عشان تطلع بره، بينصح اللعيبه تطلع في بينصح اللعيبه اوروبا. الصغيره تطلع بره في اوروبا. هاي بس قال لك انت تحديدا ايه تفتكر كلام من محمد صلاح؟ قال لي شد حيلك، انت من تبقى من باكات في افريقيا اهو. بجد لا اتكلم هاي معايا، قال لي انت ما شاء الله لعيب موهوب هاي. وعندك وجت بعد موهبة. كده بقى بعد البطوله الاصابه. بعد بقى ما جات من المنتخب قبل ماتش السنغال بتاع تصفيات كاس العالم بيومين اتصبت، يعني اي يوم ماتش السنغال كنت بعمل عمليه. بس دي ودي بقى اللي اللي عطلت. عطلتني شويه، بس الحمد لله يعني لما جات بقى بعديها كابتن تامر بصراحه يعني احياني من جديد، ان انا فترة كابتن كشري وكابتن طلعت يوسف ما كنتش بلعب، صح. كنت لسه برضه راجع من الاصابه وهم كانوا خايفين عليا ان انا كنت مش جاهز، بس كابتن تامر كان واثق في قدراتي وهو كان يعرفني من زمان من ايام الدرجه الثانيه والثالثه، فقال لي انا انت هتاخد معايا كتير ماتشات كتير وما تقلقش وانا هرجعك تاني، وحصل الحمد صح لله يعني.